وحصلوا تعرفوا حكم مخطوف كانت في مستشفى ناصر وقت الحرب. حسب ما قال رسالة بيجوز يعني 10 قليل تقريبا. بسألك من سالم، إيه اللي فهمته واللي أنت بتعرفه؟ أنا بس اللي بعرفه من سالم عن المخطوف، لأنه سالم بقى يحرسهم. أها. سالم صاحبك من حماس، هو مسؤول مجموعتك. لا لا. هو صاحبك من حماس كان بيشتغل حماس. وهو حكى لك إنه في تقريبا 10 مخطوفين في. تقريبا. فهمني كمان مرة كيف هدول كيف حماس بيستعملوا المستشفى، إنه حكيت إنه هم موجودين بالأقسام، صح؟ الأقسام هاي بيستعملوها كمان للنازحين ولناس ثانيين. آه. وقت ما حماس موجودين هنا؟ هم ماخذين بس قسم صغير من العيادة الخارجية. والباقي كله نازحين. الشق هذا فيه غرف كتير وورا فيه كمان غرف. كله نازحين، مليان. مليان نازحين؟ وبناته مين؟ هم ماخذين الطرف هيك ثلاث غرف لهم لحماس. يعني بقلب المستشفى؟ رسالة جيش الدفاع. في الشهر الماضي طلب جيش الدفاع الإسرائيلي من سكان خان يونس التواجد إلى مناطق أمنة أكثر في المنطقة الإنسانية في المواسي ودير البلح. يوجد لدينا معلومات تثبت أن منظمة حماس الإرهابية تواصل نشاطها العسكري في مجامع مستشفى ناصر. كما وأنا المجامع استخدم لحاجز المحتوفين الإسرائيليين. نحن نطالب بالوقف الفوري لقافة الإنشاءات العسكرية في منطقة المستشفى وخروج العناصر العسكرية من داخلها فورا. إذا لم توقف حماس هذا النشاط الإرهابي خلال 12 ساعة يحتفظ جيش الدفاع الإسرائيلي بالحق في التحرك واتحاد إجراءات ضد هذا النشاط، وذلك وفقا القانون الدولي. قام ندعو إلى إحلاء النازحين من المستشفى إلى أماكن أمنة أكثر في المنطقة الإنسانية في المواسي ومراكز الإيواء في دير البلح. أي رسالة جيش الدفاع؟ زي ما قلت لك دكتور، حسب معلوماتنا في نشاطات عسكرية تاع حماس في قلب المستشفى داخل المستشفى، وإحنا بنطلب بشكل فوري وقف هذا النشاطات، وإحنا بنطلب بشكل فوري إخراج عناصر حماس من المستشفى، وإحنا بنطلب إحلاء النازحين من المستشفى بشكل عاجل. هذا رسالة جيش الدفاع. تمام وصلت الرسالة. شكرا. انا تليفوني مفتوح، اي اشي يحكي معي على طول. وانا زي ما حكيت معك بالسابق، احنا بنجهز مواد غذاء ومساعدات وراح نعمل تنسيق لهذا الموضوع بشكل عاجل، وراح اكون معك باتصال. تمام يا موشي. تمام. باي باي. باي. IDF special forces were compelled to operate in the Nasser hospital to fulfill our mission of finding our hostages and hunting down the terrorists that kidnapped them from Israel in the first place. Terrorists that I can now confirm have been hiding and operating from the Nasser hospital in Khan Yunis. According to the information we have collected, I can now share some of the terrorists who took part in the massacre of October 7th. They were found by our forces inside the Nasser hospital complex. Three confirmed terrorists we found are Mu'id Adel Muhammad Abu Nasera, ambulance driver for the Hamas terrorist organization, took part in the massacre of October 7th, confessed of transporting a hostage from the border with Israel into the Gaza Strip. Ismail Ahmed Aliuda confessed to taking part in the massacre of October 7th. Amru Khaled Shade Abu Rida, a known terrorist of the PLFP terror organization. We found more, dozens more, and we will provide information about them in the future. These are three confirmed terrorists among many more suspects we found hiding in the Nasser hospital complex. If it weren't for Hamas starting this war, taking our hostages and hiding in the hospital, we wouldn't need to be in the hospital in the first place. Hamas started this war, Israel will end this war.
Thank you. Так, так.